وهي شركات انا بذكر لك منها امثله. بس سؤال هيك، واحنا بنحكي في نفس الموضوع حتى ما يروح من ذهني، يعني شركه قدم ضدها شكوى ولم تحل، هل لا تعتبر الشكوى وارد؟ يعني لا تؤخذ بعين الاعتبار الشكوى؟ لا تؤخذ بعين الاعتبار، بقول لك روح على المحكمه المدنيه، لانه بقول لك طب هيك مش توه هون المواطن تاه وين يروح؟ استاذ عرفات، كل شيء وكل شيء عمل بالبورصه وعلى مسؤوليتي حتى قيام الساعه، ان كل فعل تم بالبورصه هو تم ضد المواطن وليس لمصلحه المواطن. ومن الان وصاعد يعني حتى ما يجري هو ترقيع للمواطن، ولكن لا تتوقع انه اللي اوجدوا هاي المشكله هم كانوا بقصدوا يوجدوا لحل، هم اوجدوها مشكله لتبقى. اوجدوها مشكله لتبقى. طبعا الاستحصالات السياسيه او الماليه او الاداريه اللي بحصلوها من بقاء مشكله البورصه، هذا انا خارج الفهم عندي. ولمعلوماتك انه اذا يعاب بشيء على المسؤولين الاردنيين يعاب عليهم، انه بعض الدول صنفت مواطنيها تحت خط الفقر، لكن المسؤولين الاردنيين صنفوا المواطن الاردني تحت خط الفهم. فلذلك وصلهم بضحكوا عليه 5 سنوات وفتحوا له مهرجان اوراق وقع واسحب وتنازل ومفردات بورصه. وحقيقه الامر المواطن الاردني، وهذا الكلام انا بوجهه لكل المسؤولين والاعلى مسؤول بالبلد، المواطن الاردني البسيط مش معني من المحكمه المختصه بالبورصه، معني مصاريوه. جميل. وهي مسؤولية الحكومة مسؤولية كيف. وأنا هون ما بعفي حدا، يعني أنا بقول لك صاحب الشركة مثلا مسؤول بحدود ما استهتر من مال الناس، ولكن جزء من المال اللي استهتر فيه يسأل عنه ويعاقب عليه ولازم يجيبه، لكن في جزء من المال ذهب ولم تتبعه المحكمة، برضو هاي مسؤولية المحكمة تجيب له، برضو مش كل الحق على صاحب الشركة. ديل ديل متكامل. نضال متهيئ بده يرد علينا، تفضل أستاذ. والله سيدي شوف، يعني احنا نتمنى أنا بس حاب صرخة هيك، يعني دخيل الله يا كبير القوم وينك؟ أنا فكرة في هيك يعني شوية كلام نخاطب فيها كبير القوم في نهاية الحلقة، سيد العزيز. نعم. بالنسبة للأخ عطالله العقيلي، على فكرة إحنا هسه منخاطب الشهيد وصف التل في قبره يا رجل، يطلع ويقول لنا، بس أنا بدي أنا شغلي وحدة، من أي ما أي رئيس وزراء نخاطب إحنا؟ أي رئيس وزراء هم رايحين جايين يا رجل. انا بس بدي اذكر لك شغلي على زمن البورصه، كلهم حاليا كلهم قابلتهم كلهم قابلتهم باستثناء دوله معروف البخيت. الحمد لله امبارح لقيته على الاشاره الضوئيه في خلده، فتحنا هالقزاز وكل عام وانتم بخير يا دولتك. قضيه البورصه يا دولتك احتمال اذا رجعت رئيس وزراء انه يعني ان شاء الله اكيد انت من جرش. لا يا رجل انا من الاردن، كل الاردن متضرره من البورصه، مش بس جرش مثل ما بيعرفوا المسؤولين، وكانه اهل جرش رخيصين على المسؤولين يعني. بس انا بدي اقول انه كل الاردن متضرر من البورصه. الاخ عطل العقيلي إله 500,000 يا اخي، والمسؤول لما يروح الحج ها بزم حصاء وبرمي بليس، احنا رمينا هنا في الاردن باسطوانه غاز يا رجل، باسطوانه غاز مشان تكفير الذنوب. لا بدي اقول لك شغله، الاخ عطل العقيلي بقول لك انا إله 500,000 شكواي ما بينتش في نيابه امن الدوله على شركة أوريون. بس يا أستاذ عبدالله أو عطالله خليني بس أقول لك شو قرار الحكم للشركة اللي رايح لك فيها 500,000 دينار أي أردني. أي شركة والله لو رايح لواحد من مسؤولين 10 دنانير إلا يطلع الدرك يدور عليها. أي شركة بثقافة. شركة أوريون لأصحابها أصحابها شركة أوريون نعم والله يا رجل في الهلولولو صاروا يعرفوا شركة أوريون من أصحابها إلا مسؤوليننا، ما حدا فتح أذان ويسمع. القرار المذكورين أعلى لم يعد مطلوبين لدينا، هاي النيابة العامة مش المحكمة، يعني ما تحول على المحكمة. وأنا سبق قلت لك في الحلقة الماضية أنه مطلوب منه 40,000,000 دفع 3,025,000، يعني انتهت قضيته بثلاثة مليون، انتهت قضيته راحت مصاري الزلمة. السؤال إلى كبير القوم، من أخذ 500,000 تعات عقد عطل العقيل الآن؟ هذا سؤال، مين أخذه؟ هذا سؤال يا مسؤولين، مين أخذهم؟ هناك خيانة يا رجل، إذا في سكوت أنا بنحكي عن أرقام يا رجل. انا اللي بدي اقول لك اياه والله العظيم، لو انه في سرقه 10 دنانير الا كل الدوله تركض وراها، لكن هاي لانها حقوق مواطن شريف نظيف اودعها حتى انه يطور نفسه. احنا هنا سيد العزيز، هذا المواطن سيد العزيز. بدي اسالك سؤال اقول لك شغله. الاخ عطا الله بقول لك انا راجعت احد ضباط النيابة العامة وحولوه الى الاله المنتظر محمد الروسان اللي هو الخبير بس على فكرة أنا بدي أقول لك شغل، هو الخبير الوحيد اللي أنا كان بدي أقول شغل للخبير، الخبير اللي بقول لا 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 عطله ملكيش شكوى من عارف شو صار. أنا الخبير هذا يا رجل، هذا برمي تقرير وبغيب، مش بقعد يصير حاسب بالناس.
هذا الخبير كل ما يفوت على كبار الضباط باقي التسجيلات موجودة لديه بحط المسجل هون وبفوت سجل إلى عطوفة النائب العام العسكري تسجيلات هناك تسجيلات خطيرة كلام يعني وسجل إلى العميد خالد الشوبكي اللي هو نفسه حمد الرسان لحظة شوي أخوي الله يرضى عليك بس لحظة شوي الله يرضى عليك أنا بدي أقطع عليك لأنه أنا اللي بدي أقول لك إياه النائب العام العسكري أنت عارف شو معناتها إنه قضايا كبرى في البلد قضايا كبرى في البلد بيحكم بيرسم فيها النائب العام وبيجي خبير بيقعد يفلم على النائب العام وعلى كبار النيابة العامة وبحط تسجيل بكل الاعتزاز انه بيسجل الى النائب العام والى مساعدين في النيابة العامة بموضوعنا شو قصة الخبير يا سيدي في كلمة حكاها هذا المواطن في كلمة حكاها رهيبة جدا اي محكمة بتقول لمواطن دبر حالك جميل شو دبر حالك جميل يا رجل وين يا كبير القوم شو دبر حالك جميل احنا جايين ندبر حالنا وين في اي بلد احنا هاي نقاط مهمه جدا راح نركز عليها بهذه الحلقه استاذ زياد النعمات مساء الخير استاذ زياد النعمات مساء الخير مساء الخير يا هلا تفضل يا سيدي مساء الخير لك ولضيفك الكريمين حياك الله يا سيدي يا هلا استاذ الدستور الاردني ينص ويقول يجب على الدوله ان توفر العيش الكريم والحماية للشعب وللمواطنين لكن للأسف الدولة تمارس الإرهاب على الشعب الأردني يعني لنكن صريحين أصبح الأردن كله بورصة يعني هلأ البورصة والفاسدين والمفسدين مرض مستشري بالمجتمع الأردني ما لماذا لم يكن هنالك شفافية ووضوح من قبل الشعب الأردني وبيقولوا من الذي يحمي الفاسدين والمفسدين من الذي يحمي الفاسدين والمفسدين مصاري البورصة وين عند مين يا أخي مين اللي باع اصول البلد واكلها انت مساهم في البورصه استاذ زياد شيء مساهم في البورصه انا لا ساهم في البورصه ولا شيء بس والله يا اخي اصول البلد انباعت احنا نبعنا يعني ما في واحد جريء يقول يا عمي اوقفوا زحف الفاسدين والمفسدين مين وراهم مين يحميهم يا اخي يعني لمتى الشعب الاردني يضل يطبطب ودبلوماسيه واغاني شكرا استاذ زياد شكرا وضحت الصوره استاذ عبد السلام الخطاطبه مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام تفضل استاذ عبد السلام اخي انا متضرر من تبعي البورصه تفضل احنا النقطه الاولى اللي وجهها للاستاذ الياسري انه يحدد يوم للضغط على الحكومه والاعتصام على الدوار الرابع قبل ذلك استاذ عبد السلام استاذ عبد السلام معك سؤال انت شاركت بمكتب وسيط نعم شاركت بمكتب وسيط جميل قدمت شكوى في النيابه العامه قدمت شكوى يا سيدي وهل اخذت شيء هل حصلت شيء من ولا اخذت لو انه نص دينار من ذلك التاريخ حتى هذا اليوم من ذلك التاريخ حتى الآن طيب. ولا حتى من الشركة طيب صار معك تواصل تليفونات طلب لشهادة لأي شيء من هذا القبيل ولا أي تواصل احنا طلبنا بجوز عدة مرات على مكتب الشركة في إربد للتوقيع بمعنى على تسوية لكن من دون قبض يعني من دون أي شيء فلذلك رفضنا الموضوع أما أنا بناشد الأستاذ العياسر وبقول نحن يجب علينا أن نضغط على الحكومة الحكومة واجب عليها أن تحمي المواطن من أي شيء حتى شكرا. من الجريمة الاقتصادية ومن المخازن هاي شكرا جزيلا شكرا أستاذ عبد السلام أستاذ بشير تفضل سيدي كل اللي تفضلتوا فيه هو نتج من غياب تطبيق القانون الآن مش بالضرورة كل مواطن حط بالبورصة إنه هو القانون لازم يغطيه ويرجع له مصاري في خسارة وفي ربح نعم لكن الكارثة الكبرى انك انت ما تعطي المواطن تقرير خبرة وتقول له انت خسرت تقرير الخبرة وضح للمواطن شو تقرير الخبرة تقرير الخبرة تقول له انت حطيت مصاري بكذا بتاريخ كذا سحبت اشتريت نفط اشتريت ذهب هاي الحركات تاعتك وانت الخبرة الفنية اللي هي منطبقة مع قواعد السوق بتقول انه انت مصاريك خسرتهم لا تراجعني هذا المواطن ما عاد له حقوق قانونية لكن المشكلة ولا واحد حصل على تقرير خبرة لا شركة ولا مواطن فلذلك تم الاجتهاد بأنه أنت إلك وأنت ما إلكيش الآن المواطن تاعي التوهان هذا القاعد بيعيشه المواطن الأصل أنك أنت ما تتطوع بإشي القانون ما كلفك فيه القانون كلفك بشغلتين جميل. الشغل الأولى بيقول لك أنه أنا عندي المادة 9 بالجرائم الاقتصادية بتتبع فيها أموال وبطال أصول وفروع وهذا مش موضوعنا كقاعدة بيانات انطلاق لأي محكمة أو لمحكمة أمن الدولة المكلفة استثنائيا بالاختصاص نعم. ما لقيتش عنده مصاري بحاكمه ما القانون كلفني بأكثر منك لكن أنا فعليا حطونا بحالة لهم بيجيبوا مصاري ولهم بحاكمه بيحققوا بحاكمه بيطلعوا بيجيبوا بيودوا حالة انتهت إلى عنوان مهرجان من الأوراق لا ينتهي الآن أنا بحط حالي مكان أي مواطن
الخمس سنوات اللي مرن عبارة عن تعال اكتب قيم وقع تعال. طيب الآن احنا بدنا نوجه السؤال انه يا اخي الهيئة المدنية وهم والله يعني احنا يوميا بنشوفهم وانا بشهد لهم بالجهاد من اجل الحل ولكن مش كل شيء بديهم. طيب انت ايك شايف واحد امكاناته متردي وعارف انت صرت واضح بالنسبة لك انه ما عندهوش وواضح بالنسبة لك انه ارتكب خلل بحقه انه اله ما تمش تتبعه. طيب هاي الحالة انا كيف بدي احلها؟ لا انا جايب ولا انا يعني لا جايب له ولا جايب منه. طيب بالحالة هاي المواطن بدي يكون امام طريق مسدود لانه انا قدام حالة لا بتتغذى من اليمين ولا بتجيب من اليسار، اذا هي حالة جامدة او بتتصرف بحجج اعلامية والحجج الاعلامية احنا يعني ذو شهرة عالمية فيها انك تحط المواطن بدش اعلامي يعني أرأي جدتي توصل البحر وترجع عطشان. الآن لابد من النظر إلى هذا الملف أنه في عندي أنا شركات ارتكبت خطأ يجب أن تحاسب، أشخاص ارتكبوا خطأ واستهتروا أموال العالم يجب أن يحاسبوا، وليس محمد يرث ومحمد لا يرث. يعني هل تجد في الهيئة المدنية طريق في خير في الفترة القادمة ولا هو أمام طريق مسدود؟ سيدي الهيئة المدنية ضمن ما تملك من صلاحيات وضمن ما تنوي من نية حسنة بذلت كل شيء عندها، ولكن الآن هل من الممكن أن نصل إلى نتائج؟ الكرة بمرمى الغير، النتائج يعني هي لحد الآن حصلت نتائج ولكن الكرة بمرمى الغير. يعني الآن هل لمن لم يتقدم بشكوى الحق أن يتقدم الآن بشكوى؟ لا لا بالمحاكمات لا. طب وحقوقه وين بدها تروح؟ وهذا كمان نفس الهيئة المدنية بتقول لك أنا بجيبش ناس من الشارع بحاكمهم، أنت نزلت قرار ضمن من المدعي العام والقانون قيدني فيه وعمل لي كفر، أنا مكفر فيه فما بقدر أنا أتجاوزه، فلذلك كلام تقول لك لا أستطيع العمل إلا مع صاحب الشركة بحدود تجريمه وأقول له شو أنت بتقدر تساعد على حل مشكلتك. والمخرج القانوني لهذا الموضوع أين؟ المخرج القانوني يعني توهي الشخص الآن بده يصفي وبده يروح. يا سيدي المخرج القانوني أنا بتقديري وربما أنه تقديري وتقدير غيري لم يلقي أي أذن صاغية بهذا المجال على الأقل مجال البورصة الحل أن يتصدى مسؤول محترم قولا وفعلا وإله صلاحيات الإصدار والإلغاء بالقوانين ليتصدر قانون محترم يقول فيه على التلفزيون جملة مفيدة لمرة واحدة والله يا أردنيين غير تخطو حقه إما المالي وأما القانوني. جميل وشكرا. جميل أستاذ نضال بدي الآن أهدي نضال شوي لأنه كثير مستفز وحق يعني أي شخص يضيع له حق سيستفز ضمنا. بس نحكي بلجنة متضرري البورصات، رئيس اللجنة نضال العياصرة، في عنا أشخاص كثيرين ممن لم يتقدموا بالشكاوى، هل يعني أنا بوجهة نظري يعني قد أرى أنه حتى الاعتصام والإضراب والتفاصيل هاي الآن غير مجدية في ظل الظروف الحالية. الآن أنتوا عندكم الناس كلها هاي اللي مش عارفة كيف تحصل حقوقها، هل هنالك آليات للتواصل معها؟ هذا كله جميل اللي طرحته كله شيء كثير مهم وكثير ممتاز. أنا ما بدي فقط وبذكرك أنه شكاوى مش شكاوى أفراد، في شركات جميل شركات جميل. برضو خليك معي مشان السيد نضال يقدر يوصل الفكرة صح، أنه هو الآن يتحدث عن قسم مواطن له وديعة واشتكى هاي أنه ما بصير يقدم شكوى أو ضاع الشكوى وهذا موضوعنا لكن في موضوع وهو الأخطر أنه نفس الشركة أنت قلت مش مشتكي على الميكر فلذلك أنا عندي شركات وكيل فيها لما جيت أطالب لها قالوا له أنت مش مشتكي، هذا خرق لا يمكن يتصف بالخرق لأنه كلمة خرق دليل عليه. جميل نضال تفضل. يا كبير القوم ويا كبير الحجاج في الأردن. جميل أنا بدي حلول أنتو كلجنة بدي إشي منطقي وموضوعي اللي وصلنا لنتائج. أستاذ العزيز تمام، قضية البورصة محلولة بطريقة. تفضل. تصريح إلى النائب العام العسكري السابق بقول لك التحقيقات بينت أن صناع السوق كانوا يقومون بتخسير العملاء عمدا، يعني مش وهميين، يعني كيف يعني بتقدر تقول يعني دجل نصب كذا شيء مثل هيك يعني. في هون كتاب من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية شو بقول هذول صناع السوق. جميل. إنه نظام غير مرتبط بالبورصة العالمية وآلية السعر تغييرها ممكن من عندهم ومدير النظام طبعا هم الماركت ميكر بس حتى نعم نوضح للناس انا بحكي لك عن الماركت ميكر اللي ما في تغيير ابدا. هنقول اللي قال لك هاي بقول لك آلية السعر ممكنه من خلال النظام، يعني هو بيدخل على النظام وبغير السعر ويمكن دخول على حساب اي شخص. وبنفس الوقت هذول اصحاب شركات الماركت ميكرز لم يجرموا في نيابه امن الدوله ولم يحكم ولم يحولوا كمجرمين الى المحكمه المدنيه. بس هذا إدانة للماركت ميكر بالتقرير، إدانة لهم من النائب العام العسكري. جميل. ومن الكتاب المصادر الحكوميه بالنسبه لعائليه